بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم من أرضية ميدان الوثبة عاصمة الميادين مع انطلاقة سن الإذاعة، انطلاقة موفقة بإذن الله تعالى. شوطنا الثاني للأبكار الإذاعة المهجنات الأصايل، تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. هذا الشوط الذي خصص للمهجنات الأصايل، نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لنتعرف على المراكز المتقدمة في هذا المسار وفي هذا الانطلاق. مقدمة الشوط والمركز الأول مشاهدينا الكرام، التقدم هناك والوصول مع البداية الأولى ومع الصدارة شعار بن غلام البلوشي من يسيطر مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. عوايد سعيد بن غلام بن موسى البلوشي من يقدم لنا عوايد مع مقدمة هذا الشوط. ثاني المراكز مشاهدينا الكرام، هناك التقدم من الرعبية سعيد بن منانة بن غدي الاكتبي من يقدم لنا الرعبية مع المركز الثاني. النقلة مباشرة إلى المركز الثالث اللي هي هواجيس، تعود الملكية مشاهدينا الكرام ليمعة بن عتيقة بن يمعة الرميثي من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الثالث. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع الواصلة والمنطلقة وضوح، مبارك بن حمدان بن غانم الفلاحي من يقدم لنا وضوح وهي واضحة بكل الوضوح هناك بقيادة سعيد بن حليس العويسي من يرافقها مشاهدينا الكرام في مسار وانطلاق مع المركز الرابع. خامس المراكز مهمة، مصبح بن سيف بن سالم المزروعي من يقدم لنا مهمة مع المركز الخامس. النقلة مباشرة إلى المركز السادس بلشة، تعود الملكية مشاهدينا الكرام من هنا يقدم بلشة راشد بن سيف بن محمد المنصوري مع المركز الخامس في هذه اللحظات. سادس المراكز أرى الوصول من عنايد سالم بن سعيد بن عقيدان العويسي من يقدم لنا عنايد مع المركز السادس. انتقل مباشرة إلى المركز السابع، هنا تدخل ووصول من هيهات سعيد بن سيف بن صغير بن هزيم المنصوري من يقدم لنا هيهات وتغير من مركز إلى مركز. الوصول الجديد هنا والقدوم في هذه اللحظات من تتقدم، احتكار ناصر بن علي بن سرود الخيلي من يقدم لنا احتكار مع المركز السابع في هذه اللحظات ويبيلها مراقبة في هذا المسار احتكاري والانطلاق. هناك الوصول مع المركز الثامن، أرى مشاهدينا الكرام زعزع محمد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري من يقدم لنا زعزع مع المركز الثامن. تاسع المراكز الوصول والتقدم الممتاز من رياسة علي بن حمد بن محمد المري، أما اللي في المركز العاشر من تاتي الشهامة علي بن عبيد بن حمد المري. هكذا النتيجة، هكذا النداء الأول لشوط المهجنات الأصايل لسن الإذاع. هنا نرى الإبداع في هذا السن، نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. هناك القيادة من تستلم الصدارة وتاتي وضوح مباشرة تسيطر مع المقدمة. مبارك بن حمدان بن غانم الفلاحي السلام هي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. المركز الثاني مشاهدي الكرام من تاتي هواجيس، هواجيس مع المركز الثاني، تعود الملكية يمعة بن عتيق بن يمعة الرميثي من يقدم لنا هذا الاسم مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق. خليفة بن يمعة بن عتيق الرميثي يقدم لنا هواجيس مع المركز الثاني. ثالث المراكز بلشة، بلشة تتقدم بلشة، تعود الملكية راشد بن سيف بن محمد المنصوري، بدأت تجمع من الإذاعة في موقع واحد. يا سلام، مربع ذهبي تشكل هنا في هذا الانطلاق القادمة والواصلة. من تاتي احتكار ناصر بن علي بن سرود الخيلي من يقدم لنا احتكار مع المركز الرابع. فازت معانا في التمهيدي الثاني
الآن يا سلام في شوطنا هناك العاشر يا سلام هنا تبي تضيف الإنجاز تبي تضيف الإنجاز إلى النواميس وفي رصيدها سيارتين في العام الماضي. أشكرك الحبسي المعلومة الطيبة اللي هنا احتكار الواصلة مشاهدينا الكرام والقادمة بلشة راشد بن سيف بن محمد المنصوري يتقدم مشاهدينا الكرام مع المركز الرابع. المركز الخامس يسلم أرسيل هنا أوزان أوزان سالم بن محمد بن كردوس العامر يا سلام أخذوا الحيط والحذر غزتكم أوزان وصلتكم أوزان مع المركز الرابع يا سلام لمن الفوز والناموس لمن الانتصار القادمة مشاهدي الكرام. هناك عناية سالم بن سعيد بن عقيدان العويسي وأيضا تقدم من سحابة تعود الملكية عبيد بن سالم بن سيف المزروعي. ونعود إلى رعة العوايد نعود إلى رعة العوايد ما تخلي عوايدها احتكار يا سلام يا سلام يا احتكار يا سلام يا احتكار. هي سيطرت مع المقدمة مشكور يا سالم الحكماني من يرافق هذا الشعار. أشكرك يا الحكماني أسعد الله صباحك. احتكار ما تخلي عوايدها راحت النواميس راحت الإنجازات غادرت بالفوز غادرت بالانتصار تتوجه إلى خط النهاية أن تهدي من صرود الخيالي هذا الفوز هذا الناموس وأن تهدي سالم الحكماني على المتابعة مشاهدين الكرام قبل لحظة وصولها إلى خط النهاية تهانينا والناموس تهانينا نزفها لمالك ناصر بن علي بن صرود الخيالي على الفوز والتهنئة لك يا سالم الحكماني. ونقول ارماح ارماح صبحكم الله بالخير وسق الله داركم يا هالي ارماح سلام ارماح سلام سلام ناصر بن علي بن سرود الخيلي لحظة الوصول. المركز الثاني وضوحة مشاهدي الكرام تعود الملكية من يقدم وضوحة مبارك بن حمدان بغانم الفلاحي. ثالث المراكز كان من نصيب أوزان سالم بن محمد بن كردوس العامري. المركز الرابع أتت بلشة راشد بن سيف بن محمد المنصوري. أما اللي في المركز الخامس أثاره وأول إذاعة لها أثاره مبارك بن ثاني بن محمد بن رقاد من قدم لنا أثاره واجهتنا مع الأمتار الأخيرة. مشاهدين الكرام ها هي أمامكم 7 دقائق 43 ثانية خمسة من الأجزاء احتكار هي من تاتي مع مقدمة الناموس والفوز والانتصار أن تهديه مالكها ناصر بن علي بن سرود الخيلي وأن تهديه سالم الحكماني على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز أتت وضوح 7 دقائق 49 ثانية 4 من الأجزاء تهانينا والناموس لمالكي وضوح. مشاهدين الكرام مبارك بن حمدان بغانم الفلاح والتهني لسعيد راشد العويسي. المركز الثالث أوزان 7 دقائق 49 ثانية 5 من الأجزاء تهانينا والناموس لمالك أوزان سالم بن محمد بن كردوس العامري تهانينا والناموس لجميع الفائزين.